لا 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 تسلم عليهم، لا تقل عليه السلام، هذه شعار الشيعة. الشيعة يصلون نترك الصلاة إذن؟ الشيعة يؤذنون نترك الأذان؟ الشيعة يوحدون نكفر بالله؟ ما هذا؟ أي فقه هذا؟ وينسب إلى فقهاء كبار أجلة. أيها الإخوة، ممنوع. إذا صار شعاراً للمبتدعة فلا لا، ما هذا؟ أترك الشرع إذا صار شعاراً للمبتدعة؟ بدل أن أفرح بأن هؤلاء المبتدعة كما تسميهم يشاركونني في سنة سنية، أنا أفرح، أنا أريد الخير لكل الناس، فمهما شاركني الناس في الحق الذي أراه حقاً فالحمد لله له الحمد والمنة. قال لا، أنا أترك هذا الحق، لا نريده، لأن الشيعة تصطنعه. في الحقيقة ليس لهذا، لا، بل لشيء في القلوب على أهل بيت رسول الله. يريدون أدنى حيلة وأدنى معذرة حتى ينقص آل بيت رسول الله من حقهم، ثم بعد ذلك نأتي ونزعم أننا من أحباب آل بيت رسول الله. يقول بعضهم أنا والله لا أعلم أحدا إلا. ما الذي تعلمه أنت؟ أنت طالب علم، أنت محقق، أنت دارس، تعرف الكتب والدراسات والأدبيات أنت؟ قال يشهد أنه لا يعرف أحدا إلا يحب آل البيت. وكيف يسلم لهم دعاوى حبها وهوى نفوسهم إلى ضراتها؟ كيف؟ الشاعر الحكيم يقول وكيف يسلم لهم دعاوى حبها وهوى نفوسهم إلى ضراتها. نحب أهل البيت، ولكن هوانا أيها الإخوة مع الذين قاتلوهم وقتلوهم ولعنوهم وشردوهم ونكلوا بهم، نترضى عليهم وندافع عنهم بحماسة وشراسة. ما شاء الله على الحب. إذا صافى حبيبك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام. هذا منطق الفطرة والبداهة. لقد رابني من عامر أن عامرا بعين الرضا ينرو إلى من جفاني. لقد رابني من عامر أن عامرا بعين الرضا يرنو إلى من جفاني، يجيء فيبدي الحب والنصح غادية، ويمسي لأعدائي خليلا مواخيا. فيا ليت ذاك الحب والنصح لم يكن، ويا ليته كان الخصيم المعادية. اسمعوا الحكمة، اسمعوا كلام الذين في عقولهم أو في أدمغتهم عقول. لا، نحب هؤلاء ونحب من عاداهم ونترضى عنهم ونمنع انتقاصهم ولو بأي وجه، ونسكت عن الأحاديث التي ذمتهم وحذرت منهم وانتقصتهم. نقول لمحمد تأخر يا محمد، الآن أنت تتأخر، لا تتكلم، لدينا فقه آخر وأحاديثي الصحيحة وأحاديثي المتواترة، بعضها متواترة. لا لا لا، هذه تحوت. كلنا نحب أهل البيت بأي طريقة، بأي معايير؟ قل لي بالله عليك، برهن لي يا أخي، كيف؟ أين المعايير يا إخواني، يا أحبابي، يا أخواتي؟ أنا أقول لكم محبة أهل بيت رسول الله عليهم السلام أجمعين من محبة رسول الله، فلا والله الذي لا إله إلا هو ما أحب عبد نبي الله صادقا من قلبه إلا أورثته محبته إياه حبا وعشقا وهياما في أهل بيته مباشرة، لا ينفصمان. لكن نصلي عليه وعلى أهل بيته في كل صلاة تلقائيا. قد يقول قائل هذا أمر مقرر، لا ينبغي أن تحلف عليه، مقرر. من أحب أحدا أحب كل من مت إليه بوصلة وسبب، أليس كذلك؟ ها؟ ويحب حتى سود الكلاب إيه؟ لسوادها، كما قال المجنون، لأنها سوداء أصبح يحب الكلاب السود حتى. وقالوا يا جميل أتى أخوها، جميل بثينة، وقالوا يا جميل أتى أخوها، فقلت أتى الحبيب أخو الحبيب، أحبك أن نزلت جبال سحمة وأن نسبت بثينة من قريبي. من أحب أحدا أحب كل من انتسب إليه، كل من اتصل به. وأعظم الناس وصلة برسول الله من؟ لحمه ودمه، أهله. قبل أن تحدثنا عن الصحابة رضوان الله عليهم، انتبه، لابد أن تكون الأمور مرتبة. أعظم الناس مثابة وقدرا عند رسول الله وأحبهم إليه وأقربهم منه وأعظمهم رحما، من هم؟ هم خير خليقة بعد رسول الله. ألسنا نتلو ونروى حديث مسلم في الصحيح والترمذي وغيرهما؟ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش،
واصطفاني من بني هاشم. في حديث أخر فأنا خيار من خيار من خيار. لذلك في الحديث أيها الإخوة يقول عليه الصلاة والسلام: قال لي أخي جبريل يا محمد إني قلبت الأرض مشرقا ومغربا فلم أجد خيرا من محمد صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى أبد الآبدين. ما خلق الله ولا برى بشرا في الورى كمحمد خير خلق الله ضرا. صحيح. ويا محمد صلى الله على محمد وآله وسلم إني قلبت الأرض مشرقا ومغربا فلم أرى بني أبن خيرا من آل هاشم أو من بني هاشم. أهل بيت النبوة مختلف الوحي عرصات القرآن والآيات معدن الرسالة كيف لا يكون هكذا؟ لحمه ودمه أهله وحامته وخاصته وقرابته. فقد يقول قائل هذا الأمر بذاته مقرر، يعني مقرر بذاته لا يحتاج ولا يحوج أن يقسم عليه. لا، فما الجديد في القضية؟ هناك جديد، انتبهوا، هناك جديد وهناك زائد وهو شريف جدا. الزائد والجديد في القضية يا إخواني أن المسألة تخلو من التكلف وأن لها اعتلاقها بالإيمان. ما معنى هذا القيل؟ المسألة تخلو من التكلف. يحدث أن امرأة يحب امرأة آخر أيها الإخوة حبا صادقا لكنه لا يحب بعض أهله وخاصته، هذا يحدث كثيرا، قد يغار منهم، قد يحسدهم، قد يبغضهم، لا يحب لسبب أو لآخر، وقد يكون محقا وقد يكون مبطلا، وقد يكون مبطلا، فيتكلف محبتهم إرضاء لمحبوبه، يدعي أنه يحبهم ويبرهم إرضاء لمحبوبه. القضية مع آل محمد تختلف. إن أحببت رسول الله صدقا حب صاف بلا جفاء، حب حقيقي أكثر من نفسك وأهلك وولدك ومن الناس أجمعين، تجد نفسك بغير تكلف مستهاما بأهل بيته، تعشقهم عشقا عشقا وتفديهم فعلا بنفسك وروحك ودمك وبكل ما تملك. لو طلب إيه إليك ذلك وحتم عليك بلا تكلف هذه. ثم إن للمسألة اعتلاقها بالإيمان. ما معنى ذلك؟ مهما صفت محبتك لرسول الله، تحققت محبتك لأهل بيته وشعرت أي بربو الإيمان وزيادته، إيمان حقيقي مع خشوع مع يقين. بعض إخواننا، وهذه نصيحة لي ولهم وأخواتنا، يسألون دائماً عن المداخل العلمية والفكرية والفلسفية للإيمان. انتبهوا، الإيمان له ذوقه وله منطقه الخاص، ليس طريق الإيمان فقط البراهين والأدلة العقلية والنقلية والفلسفية، لا لا، الإيمان له أذواق ومواجيد خاصة من أوسع وأرحب نهج وطرق الإيمان أيها الإخوة. محبة رسول الله وبالتبع مباشرة وبالتفرع منها والترتب عليها واللزوم عنها محبة أهل بيته. روى الترمذي وحسنه والحديث لا ينزل لعله عن رتبة الحسن أيها الإخوة: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني يحبكم الله، وأحب أهل بيتي بحبي. واضحة جدا جدا، لابد أن تحب الله لأنه خلقك ويغذوك يرزقك، لا ينقطع مدده عنك، لا ينقطع مدده عنك. وأحبني يقول النبي لحبك الله تبارك وتعالى، واضح، لأنني رسول الله، أنا عبده ورسوله، أنا الناطق عن وحيه، أنا الناطق المفرغ عن وحيه، وأحب أهل بيتي بحبي مني، هؤلاء مني. في صحيح مسلم عن يزيد بن حيان أنه أتى هو وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم صاحب رسول الله الذي عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: دخلنا عليه فقلنا له لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، يعني هنيئا لك، يا هنيئا لك، يا نعمة عين، لقد لقيت يا زيد، وكيف لم يلقى رضي الله عنه وأرضاه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، لقيت رسول الله، رأيته وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد مرة أخرى خيرا كثيرا. فحدثنا يا زيد
بحديث سمعته من رسول الله، ما أعلى وما أشرف هذا النسب، واسطة بينه وبين رسول الله، تابعون أجلاء رضوان الله عليهم، يحبون أن يسمعوا من هذا الصحابي الجليل القانت العابد حديثا سمعه من رسول الله صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فقال: لقد كبرت سني ودق عظمي، لقد كبرت سني ودق عظمي، أو قال وهن عظمي، ونسيت بعض أو قال كثيرا مما كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبرت، نسيت أشياء كثيرة، فما حدثتكم فخذوه، وما لم فلا تكلفوني، ما أسكت عنه لا تسألوني عنه، لا أريد أن أخلط، لا أريد أن أقع في اللبس والسهو والخطأ، لا أريد. هذا حديث عن رسول الله، مقام خطير جدا وحساس. ثم قال: وقف بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في ماء يدعى خمة. الحديث من أخرجه؟ مسلم في صحيحه، الحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج. وقف بنا صلى الله عليه وسلم في ماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، فقال: ألا أيها الناس، إني بشر يوشك أن يأتي داعي ربي فأجيب. قربت أيام، يقول هذا بعد حجة الوداع، منصرفه كما في روايات كثيرة متواترة، منصرفه من حجته اليتيمة حجة الوداع صلوات ربي وتسليمته عليه، فأجيب: وإني تارك فيكم ثقلين، وإني تارك فيكم ثقلين. ما أحسن هذه التسمية وهذا النعت، الثقل. الثقل هو الشيء النفيس الخطير المصون، خطير معناه له قيمة عالية، هي معنى خطير مش دينجرس يعني، نفيس خطير مصون يحافظ عليه. ما أحسن هذا النعت، لماذا؟ لأن القرآن الكريم قال: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. التمسك بالقرآن ليس لعب، ليس لعبة، ليس شيئا سهلا، أن تتمسك بالقرآن وعزماته شيء صعب جدا أيها الإخوة، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يسر الله علينا سبل الخير وهدانا الصراط المستقيم الأزكى والأقوام والأوقى. وأما أهل بيت الرسول، لماذا سمهم ثقلا أيضا؟ يقول لك ثقل رسول الله، وخلف ابن أم مكتوم على ثقله، خلف عليا في تبوك على ثقله، لماذا هم الثقل؟ عترته أهل بيته، تعرفون لماذا؟ لأن التمسك بهم وموالاتهم تجر إلى المشاكل والمحن. أي أيوة والله، من بعد رسول الله إلى يوم الناس هذا. لذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أمرنا معشر أهل البيت صعب مستصعب. صعب، تريد أن تحبنا؟ أن توالينا وأن تظهر هذه المحبة وأن تدفع عنا؟ ستبتلى. ومن قبله قال جده أبوه علي عليه السلام، أبو الحسن، قال: وقد قال له رجل: والله إني لأحبكم أهل البيت. قال: فاستعد للفقر تجفافا، أو قال جلبابا، ستفتقر. في روايات: استعد للبلاء. ويروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: دخل أحدهم على أبي الإمام جعفر الصادق محمد الباقر عليهما السلام، قال له: كيف أصبحت يا إمام يا أبا جعفر؟ قال: الحمد لله، أصبحنا برسول الله خائفين والناس به آمنين. الله أكبر، بسبب أننا أبناء رسول الله نقتل ونذبح ونسجن ونطرد ويقتل ويسجن ويعرقب ويقطع أحبابنا وشيعتنا، لأننا فقط أهل بيت رسول الله، هذه حالتنا. قال: وأصبح الناس كلهم، يقول كلهم، بنا آمنين. والناس الآن آمنون لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، دين رسول الله، دين محمد. عجيب. قال: هل رأيتم أعجب من هذا الأمر؟ هل رأيتم أفصح وأوجز من هذا الجواب؟ قال: الحمد لله، أصبحنا برسول الله آمنين، وأصبح الناس كلهم، عفوا، أصبحنا برسول الله خائفين، وأصبح الناس كلهم به آمنين. قال: هذا حالنا، هذا ما فعلته أمة محمد بنا، بثقل رسول الله. قال: ثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله. كان يقول على الاستئناف: الثقل الأول كتاب الله، ولك أن تقول كتاب الله على البدل، كتاب الله.
حبل متين ممدود بين السماء والأرض أيها الإخوة. قال ثم ذكر كتاب الله ورغب فيه، انتهى إليه ورغب فيه ونصح. هذا الثقل الأول كتاب الله، لن نظل إن تمسكنا به، ولكن به وبالثقل الآخر، والحديث في مسلم عن زيد بن أرقم، ما هو الثقل الآخر؟ قال وأهل بيتي. طيب كان يمكن أن يرغب فيهم؟ لا، هو يعلم وينظر إلى الغيب من ستر الرقيق، يعلم ما سينزل بهم وبأحبابهم، ولذلك قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. كم مرة قالها؟ 3 مرات. هل ذكرنا الله وهل حفظنا رسول الله ووفينا له في أهل بيته؟ لا والله، لا والله الذي لا إله إلا هو. لقد عاديناهم وسببناهم وشتمناهم وذبحناهم وانحرفنا عنهم إلى يوم الناس هذا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. عجيب هذا الأمر يا أخواني، عجيب جدا، عجيب جدا هذا الأمر، لا يكاد يصدق، لا يكاد يفهم. لما؟ نفاق، نفاق في القلوب، وسياسة سلطوية حرفت فقه الناس وفهم الناس ودين الناس وعواطف الناس دون أن يشعروا، دون أن يشعروا، دون أن يشعروا أيها الإخوة. نفاق في القلوب كما قلت لكم، تبغض أهل البيت، منافق، روح صلي وصوم. عطية العرجي يروي عنه تلميذه الأعمش، الإمام الأعمش رحمة الله عليه، وكان يرمى بالتشيع، من أكبر أئمة أهل السنة والجماعة، من أكبر أئمتنا، كان يرمى بالتشيع لأنه يتحدث مثل حديثنا هذا عن أهل البيت. ممنوع، ممنوع، لا تكثر، لا تخوض في حديث غيره، ما شأنك بأهل البيت؟ لذلك شيعوا الأعمش، اتهموه بالتشيع، إمام أهل الكوفة. الإمام الأعمش يروي عن شيخه عطية العرجي قال قال لي كنت مع جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الذي عمر طويلة رضي الله عنه وارضاه، وهذا من أحباب أهل البيت كثيرين، صحابي جليل ابن الشهيد. قال فقال لي اسمع كلامي يا عطية، فلعلك لا تسافر معي غير سفري هذا، على آخر سفرة. يا عطية أحب آل محمد، أحب آل محمد ومحب آل محمد، وإن أوقعك في الذنوب والخطايا، وإياك ومن أبغض آل محمد وإن كان صواما قواما، ابتعد عنه، سيهلكك يوم القيامة، ستهلك، سيتطرق النفاق إلى قلبك دون أن تدري، يتطرق النفاق إلى قلبك دون أن تدري.